الملك محمد السادس الله ينصرو صيفط واحد الرسالة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، وعطى فيها أوامر واضحة ومدة زمنية محدودة باش الحكومة ديالو دير تعديلات في مدونة الأسرة. أيه مدونة الأسرة غادي تعرف تغييرات من هنا 6 شهور. مشاورات ومقاربة تشاركية من أجل تعديل الاختلالات التي تضمنتها مدونة الأسرة. وناضوا بزاف ديال الناس كيهضروا في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الإعلام على هذا الخبر. الرجال قاوموا على النساء وما حيدوا هذا الشيء، هذا خلونا حنا لتحت نهائيا. علاش انا غنشري دار غنضرب فيها تمارة وشحال وانا كنجمع فيها وغتجي وحده غديها لك فابور؟ بين مؤيد وبين فيك نيوز الى اخره. المهم راكم عارفين هذا العصر اللي كنعيشوا فيه، كثرت الاخبار بلا فايده، وكاين اللي خرج في مواقع التواصل الاجتماعي وقاد تصويره وقال ان الحكومه قاموا بهذه التغييرات وها هما اللائحه ديالهم. من هذه الاخبار الزائفه قالوا المراه حصلت على الولايه الكامله على اولادها، تستطيع استخراج الاوراق والسفر معهم بدون اذن الرجل. في حاله الطلاق يمكن للمراه والاطفال ان ياخذوا بيت الزوجيه اذا كانت الام هي حاضنه الاطفال. المهم الهضره كثرت بزاف على هذا المدون، وشفنا بعض الجمعيات النسويه هما خارجين كيهضروا على التعدد الزوجات انهما خصوش يبقاو بزاف ديال الامور اللي تجبدوا. الجانب الاخر هو ديال تعدد الزوجات، هذا الجانب تقريبا اندثر في المغرب، ولكن تبين من 2011 الان انه بدا كيعاود يتطور. كنظن ان خصو يتقنن اكثر. احنا كحركات نسائيه كنطالبوا انه يتمنع بصفة نهائية. وكاين اللي خرج وقال أن الأمور والنصوص الدينية ما خصهمش يتقاس، وأن الشريعة الإسلامية خط أحمر. نحن مسلمون، الشعب المغربي مسلم تاريخا ودستورا وواقعا وحاضرا وممارسة في كلام، لكن أقول إذا تمت مصادرة الكثير من الحقوق ولو تحت الطاولة ولو سرا على حساب النفخ في حقوق المرأة لاصطفاف حولها ومغازلة لها وإلى ما إلى ذلك، أخشى أن يكون هذا مدعاة لخراب الكثير من الأسر الآن دون بناء أسر أخرى جديدة مستقبلا. كاين هراج كبير عند الرأي العام كما كتشوف، ووسط الهراج كامل كيتطرح واحد السؤال، هو شنو كاين أصلا في هذه الرسالة اللي صيفط الملك العزيز أخنوش؟ اليوم بإذن الله غادي نكشف لكم على هذه الرسالة بالحرف وغنحللوها مجموعين، وفي الأخر بغيتكم تعطيوني الرأي ديالكم على التغيير اللي غيكون في هذه المدونة. على بركة الله، أنا عزيز نوفل وهذه قناة المقاول. آخر تغيير دار في مدونة الأسرة كان عام 2004، والملك ديالنا الله ينصرو كان كلف بها واحد اللجنة استشارية ملكية، ودابا دازو جوج ديال العقود الإخوان وقريب نوصلوا لعشرين عام. وفي هادي ديال 2024 تعطات لثلاثة ديال الأشخاص، السيد وهبي، السيد عبد النباوي، والسيد تاكي. عبد اللطيف وهبي هو وزير العدل الحالي، محمد عبد النباوي هو رئيس مجلس الوزراء المحكمة النقد، ومولاي الحسن تاكي هو وكيل الملك محكمة النقد. هاد ثلاثة الرجال هما اللي غادي يتكلفوا بمراجعة مدونة الأسرة اللي غتخرج في 2024. دابا بغيتكم تركزوا معايا وندخلوا شنو تقال بالحرف في هاد الرسالة اللي صيفط صاحب الجلالة محمد السادس الله ينصره. خادمنا المخلص جدا عزيز أخنوش رئيس الحكومة، نسأل الله أن يمنحك سلام والحماية ويهدي خطاك على طريق النجاح. مرت قرابة عقدين من الزمن منذ دخول قانون الأسرة حيز تنفيذ، كان الترحيب حار والموحد الذي تلقاه في ذلك الوقت بسبب التقدم الذي أصبح ممكنا بفضله، حيث تم تعزيز حقوق المرأة بشكل أكبر وتوفير حماية أفضل لحقوق الأطفال. وهنا يعني خرجوا دوك الجمعيات النسوية كيهضروا، حيت شافوا أن حقوق المرأة مجبودين وكانوا تجبدوا في 2004، داك الشيء علاش بداو كيخمنوا دوك التخمينات. زيدوا نكملوا الرسالة. والآن يتم الحفاظ على كرامة الإنسان بشكل أفضل وتعزيز دولة القانون وتعزيز البنية الديمقراطية، وقد تم تنفيذ هذه الديناميات بامتثال تام للمبادئ سامية للشريعة الإسلامية مع مراعاة تطور المجتمع المغربي. هنا يا أمر جد مهم وميساج جد واضح، هو أن دوك التغييرات كان عندهم علاقة مباشرة بالشريعة الإسلامية، ما خارجينش على الخط، جات واضحة في الرسالة باش تحيد هذا الجدل على واش غنبدلوا الشريعة ولا لا. التعليمات الملكية واضحة والجواب واضح، حتى شي حاجة ما غتغير بالمقارنة مع
الأساس ديال مدونة الأسرة اللي كان يعني دار في 2003. ما المقصود بالأساس يعني المبادئ العامة. شنو هي المبادئ العامة؟ واحترام الخاصية ديالنا كبلد إسلامي، يعني احترام الدين ديالنا والشريعة الإسلامية. هاد اللجنة غادا تشوف التطورات اللي كيعيشها المجتمع ديالنا الحالي. راه 2004 ما كانش السوشيال ميديا، 2004 ما كانوش حالة الطلاق اللي كاينين اليوم، ما كانوش بزاف ديال الأمور اللي كيتسببوا في مشاكل عائلية. دابا بغيتكم تركزوا معايا مزيان، غنعطيكم واحد الأرقام غادي يزعجوكم، وهاد الأرقام ديال 2010 دابا غيكونوا تزادوا. المعدل الزواج عند النساء في 2010 شحال تقول؟ شحال كان المعدل عند المرأة فاش كتزوج؟ كان هو 26.6. 26 عام و 26 عام ونص. وقلعوا معايا شحال كان في 1960؟ 17.3. أيها الإخوان، من 17 عام ل 26 عام تزادت 10 سنين، يعني العيالات ما بقاوش كيتزوجوا بكري. وهذا راه تحرك كبير في المجتمع، كيبدل معاه بزاف د المعطيات. حال مثلا الزواج بين الأفراد الأسرة غادي وكينقص. من 1987 2010 نقص ب 33%، ما بقاتش هذيك تجوج بولد عمها وما بقاش هذاك يتزوج بنت خالته. يعني العادات في المجتمع كيتبدلوا. وهنايا الملك ديالنا الله ينصرو عطى امر واضح، هو انه تكون مراجعه باحترام الشريعه الاسلاميه. نقطه رجع للسطر. يلا زيد، اشنو كاين في هذه الرساله؟ بالتاكيد كان لهذا القانون ميزه هائله في تعزيز ديناميه تغيير صالحه واقامه تصور جديد للمساواه والتوازن الاسري، مما فتح الباب امام تقدم اجتماعي كبير. ومع ذلك من الضروري ان نعيد النظر فيه لتصحيح العيوب والنواقص التي كشفتها تجربة تنفيذه القضائي. بالإضافة إلى ذلك يجب أن تتناسب أيضا أحكامه مع تطور المجتمع المغربي واحتياجات التنمية المستدامة. ستتماشى النسخة الجديدة بذلك مع تقدم تشريعاتنا الوطنية. هنايا كتأكد الرسالة الملكية أن هذاك التغيير اللي دار في 2004 في المدونة عون تقدم الاجتماعي. شحال تقولوا كان الناتج الداخلي الخام ديال المغرب 2004؟ 66 مليار ديال الدولار. وشحال تقولوا دابا وصل واجدين؟ 142 مليار ديال الدولار. 66 142، يعني زيادة ديال 76 مليار دولار. ماشي غير بسبب التغيير ديال هاد مدونة الأسرة، حيت كاينه خدمة كبيرة وعوامل كبار اللي زادوا في الناتج الداخلي الخام، ولكن حتى هي سبب. زيد شنو كاين عاوتاني؟ يجب أن تتم عملية تحديث القانون التي ندعو إليها وفقا للمبادئ الرئيسية والتوجيهات الرئيسية التي تميزت بها عملية إعداده، والتي حددناها في خطابنا الذي ألقيناه أمام البرلمان في 10 أكتوبر 2003، ثم أكدناه في خطاب العرش الذي وجهناه إلى شعبنا العزيز في 30 يوليو 2022. يعني الملك في 2003 كان كيأكد على الشريعة الإسلامية، كان كيأكد على الأسرة خاصة تبقى متماسكة، ونفس التوجيهات اللي كيعطي في التغيير الجديد. والواقع أن مدونة الأسرة ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة، وإنما هي مدونة للأسرة كلها. فالمدونة تقوم على التوازن، لأنها تعطي المرأة حقوقها وتعطي للرجل حقوقه وتراعي مصلحة الأطفال. يعني خاصة المراجعة دي المدونة الدار بهاد القوانين اللي محطوط عليه، ماشي كل يلغي بالغاه. لا، حيت فاش كنهضروا على الأسرة كنهضروا على الركيزة دي المجتمع. مني كيكونوا عندك أسر قوية يكون عندك مجتمع متماسك. أش كيبان لكم انتوما الإخوان في نظركم أشنهما التغييرات الجداد اللي قدروا يجيوا في هاد مدونة الأسرة من هنا 6 شهور؟